عادة ما يقوم الطيران السوري بقصف المناطق التي تقع تحت سيطرة مقاتلي المعارضة السورية. هذه هي إدلب التي تعد ثاني مركز محافظة تسيطر عليها قوات المعارضة. القصف الذي طال الأحياء السكنية دفع المارة للعمل على إنقاذ الجرحى بكل ما توفر لهم من السبل. سيارات الإسعاف التي لا تصل إلى غالبية المناطق وصلت هنا متأخرة، وبعيد وصولها لموقع الصاروخ الأول للعمل على لملمة أشلاء الضحايا يسقط الصاروخ الثاني في منطقة قريبة. الخبرات الميدانية التي دخلت إلى ثقافة الناس لا تكفي عندما يكون الدمار بهذا الحجم. هنا في الرستم بريف حمص يتكرر المشهد المرعب رغم الهدوء النسبي الذي ساد هنا خلال الفترة الماضية. الركام يدفن ما تحته، ولعل العديد من الضحايا ظلوا تحت الأنقاض لتعذر انتشارهم. الرافعات ومعدات الانتشال مفقودة بالكامل في غالبية المناطق السورية. أمام هذا الكم الكبير من الجرحى والمصابين، فإن المستشفيات تعجز عادة عن استقبال المزيد أو عن تقديم العلاج اللازم للجرحى الذين وصلوا إليها. فالمعونات الطبية التي تصل لا تكفي شيئا من احتياجات المراكز أو ما تبقى من هذه المراكز في المناطق السورية الساخنة.